راديو دبنجا يقدم توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان. ملفات انتقالية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات انتقالية. في الشهر الماضي قدمت عائشة موسى سعيد استقالتها من المجلس السيادي بسبب تفاقم المعاناة في كافة مناحي الحياة، كما قالت الدكتورة في تصريح لها من منبر وكالة السودان للأنباء. وتجيء الاستقالة حسب قولها بعد جهود بذلتها هي وزملائها في المجلس السيادي لإعادة الأمور إلى نصابها، منددة بما سمته تنمر العسكر على المدنيين والتغول اليومي على صلاحيات مجلس السيادة وابتداع مجلس الشركاء الذي تغول بدوره على صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء. فهل أصبحت القضايا التي أثيرت في الاستقالة الآن نسيا منسيا بعد مرور قرابة الشهر؟ وهل كان يجب على بقية أعضاء المجلس السيادي من المدنيين اتخاذ قرار مشابه بالاستقالة مثلا؟ هذا هو المحور الأول الذي نبدأ به هذه الحلقة من برنامج ملفات انتقالية. وجهنا السؤال لمجموعة من المواطنين من مختلف الخلفيات حول ما يجب على بقية أعضاء المجلس السيادي عمله بعد استقالة الدكتورة عائشة موسى، وكانت هذه الحصيلة، فنتابع معا. دريز عبد الله صحفي. أنا أفتكر أنه كل المكون المدني يقدم استغالته قبل الحاجة دي في خطوة مفترض نعمل، لأنه هم فعليا أثبتوا ضعفهم أنه الحرية والتغيير ذاتها في ذاتها ضعيفة مفترض تعيدها. هيكلت نفس هذا الكلام اللي كان بينادوا به بعض القوى الثورية على رأس محيط الشيوعي السوداني في أنه يتم إعادة هيكلة الخدمة هيكلة الحرية والتغيير عشان تعيد نفسها من جديد. ده بدي أنه الحرية والتغيير تقدر تختار ناس أكفاء وأغوياء يقدروا يناكل الشركاء في من المجلس العسكري ده عشان نقدر نطلع مجلس سيادي وفيه مكون مدني قوي. أنا الزبير يوسف، طالب علوم سياسية جامعة النيلين. أول حاجة التحية لثورة ديسمبر المجيدة، ونطرحهم على شهدانا إنه فقدنا أصدقائنا وصحبانا ورفقاء دريبنا في هذه الثورة عشان ما نغير نظام مستبد وعسكري دكتاتوري. وبعد ذاك تعبنا وإنه شكلنا حكومتنا بكل المكونين المدني والعسكري، فجانا الخذلان من المكون العسكري المدني لأنه كان ضعيف جدا. ولا يبي نشكر الأستاذة عائشة موسى لأنه ضميرها صحة وقدمت هذه الاستقالة عشان إنه رائد هي ما قادرة تشتغل، والمدنيين ذاته معاهم ما مساعدينها وتركت الأمر لهم. ومن هنا بنوجه رسالة للمدنيين يا يقدموا استقالتهم على إنه ما قادرين يشتغلوا، ولا يشتغلوا ويعالجوا المشاكل. ما أبي يعني إنه هتافاتهم اللي كانت في الثورة يجوا يتعلوا في الكراسي وينسوا كل الحاصل، والله يفن برا إنه المدنيين لو بالطريقة دي كلهم بيتغيروا ويجوا مدنيين جديد بحجم الثورة ومن لجان المقاومة ومن الشباب اللي طلعوا في المظاهرات، إنه ده اللي بيقدروا يشتغلوا جد. أنا صلاح حسن جمعة، صحفي وداني ناشط سياسي. وحقيقة يعني الخطوة اللي في اتخذتها عضو مجلس السيادة عائشة موسى، أنا أفتكر إن هي يعني من قبل حاولت يعني نمسي الحياة دي اللي احنا اسمها عنها عن استقالة، لكن لا بد من انه يكون في موقف شجاع من اعضاء مجلس السيادة المدنيين بالخصوص المدنيين انه يتخذوا نفس الاجراء وعاجلا، لان يعني تغول بعض اعضاء مجلس السيادة على صلاحيات مجلس السيادة نفسها، ويعني بتوحي انه هما يعني ما فيش حاجة يقدموها للناس، ما في تنوير
الثورة أتت بهم لمجلس السيادة ولا يعني نرى منهم شيئا، خاصة بعض مجلس السيادة يعني كأعضاء في ناس ما تعرفهم يعني في اللي حسبتها واحد اثنين ثلاثة تلقى في ناس ما في زي بيعرفهم، ما عدا واحد اثنين بيسهروا في مسائل السلام وكده. فيعني رغم ضعف الحكومة التنفيذية في البلد، لكن افتكر انهم انجح من الوزراء والعمل التنفيذي انجح من السياده، ويعني يا ريت هم يقدموا استقالاتهم للشعب ويكونوا احترموا ان شاء الله. السلام عليكم، انا طلال الطيب عبد الله، لجنه مقاومه الثوره غريب. انا بفتكر انه مجلس السياده اصلا من يتكون ما كان اي دور واضح للمدنيين، كان في سيطره تامه من العساكر على القرارات وعلى مجلس السياده. الادوار اللي كانت عند المدنيين كانت عباره عن ادوار باهته ومواقف يعني كانت باهتة برضو، يعني ما يعني كانوا متماهين جدا مع العساكر، ما كان عندهم دور واضح. الاستغالة بتاعت أستاذ عشا هي موقف صحيح، أنا بفتكر رغم إنها جات متأخرة شديد، يعني تأخرت خالص، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. استقالة باقي الشباب أنا بفتكر إنه المفروض يلحقوا، يعني أحسن يستغلوا، لأنه أصلاً الموضوع ده ماشي. أنا بفتكر إنه الشباب بس يوم ثلاثة ده ممكن يقلب الموازنة تماماً. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ فريد بابقر عثمان، عامل حر. والله أنا برأي استغالة الأستاذة عايشة موسى، يعني تضحية، ضحت بمنصبها عشان رأت نفسها ما قدر المسؤولية، ونحس كل المكون المدني الذي متواجد في السلطة الآن أن يأخذ عبرة من الأستاذة عايشة موسى، لأنها هي رأت ما قدر المسؤولية، وهم برضو أي واحد ما قدر المسؤولية يقدم استغالته عشان ما يخش في موضع حرج مع الشعب السوداني. حتى الآن في اللحظة اللي احنا عايشين دي، المكون المدني بدأ يفقد صغته من الشباب السوداني الذي جاء بهذه الثورة، وعندما يفقد الشباب معناته تاني منهم هي تفاصيل في البلد دي. ومن هنا نحيي كل المكون المدني على الشيء اللي عمله والشيء الحياة عمله قدامه إن شاء الله بإذن الله، إذا كانوا مستقلين قراراتهم في يدهم، ما منحازين لأي فئة ولا أي جهة تانية تديهم تعليمات مثلا من المكون العسكري هو الذي مسيطر على السلطة الآن وبحرك ومديهم مساحة كافية عشان يقدر يشتغلوا. وشكرا. كانت هذه طائفة من آراء المواطنين والمهتمين حول استقالة الدكتورة عائشة موسى من مجلس السيادة الانتقالي. السؤال الأساسي الذي يجب طرحه هنا، كيف تقيم أداء المكون المدني في المجلس السيادي منذ بداية الفترة الانتقالية؟ الإجابة نستمع إليها من نخبة من المهتمين والمختصين. نبدأ برأي الدكتور عباس التجاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عباس التجاني، دكتور عباس التجاني. التجربة السودانية في الانتقال فيها تعقيدات كبيرة جدا، التعقيدات بتاعت المشهد السياسي الموجود في البلد، والتعقيدات المرتبطة بالتركيبة بتاعت الحاضنة السياسية والتقاطعات اللي فيها والتناقضات اللي فيها، والتركيبة المتعلقة بمنظومة الحكم القائمة اللي حصلت فيها توليفة ما بين العسكر والمدنيين حتى الآن. في يعني قضايا كثيرة جدا ممكن كان يكونوا المدنيين عندهم فيها هي الطولة، وتحديدا فيما يتعلق بالمجلس السيادي، ووفقا للوثيقة الدستورية والمهام المنوط بهم القيام بها في المجلس السيادي، واضحة في الوثيقة الدستورية ومفصلة المهام اللي بيقوم بها مجلس الوزراء، مفصلة على العضو في المجلس السيادي والمهام بتاعته ممكن تكون مفصلة على الملفات اللي ممكن يكون موجودة بطرفه مفصلة.
لكن البعض منهم، أنا ما بعمم، لكن البعض منهم ممكن يكون ما عنده خبرة في إدارة شؤون الناس وشؤون الدولة زي السودان بتعقيداتها الاجتماعية والثقافية والسياسية، على التعقيد بتاع الإطار القانوني اللي اتوضع للفترة الانتقالية نفسها، على الخوف في المرحلة الأولى من التجربة إنه وعدم الصيغة الموجود ما بين أطراف العملية السياسية ذاتها في السودان أو أطراف المكون المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، إنه في بعض الأطراف عندها محاذير ومخاوف في إنه ممكن العسكر ينط على السلطة تحت أي لحظة أو يحصل انقلاب في مرحلة ما من المرحلة الانتقالية، بالإضافة لذلك المخاوف من الدولة العميقة باعتبار إنه النظام المبات عنده وجود كبير جدا داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية وغيرها من التشكيلات المختلفة ذات الصبغة العسكرية يعني. فكان في مخاوف ومحاذير شديدة جدا من المكون المدني بالمجلس السيادي، بالإضافة لذلك حتى المكون المدني من المجلس السيادي عنده جاي من مكونات سياسية مختلفة، والترشيحات تمت برضو من مكونات سياسية مختلفة، وما في يعني البرنامج بتاع الحد الأدنى المتفق عليه قد يكون ميثاق الحرية والتغيير والميثاق السياسي للحرية والتغيير ما بيتعدى 3 صفحات تقريبا. فما كان في رؤية واضحة بالنسبة لهم هم في إنه شنو الممكن والمهام الممكن يقوموا بها سياسيا، فدخلك ضعف داخل المكون لحد كبير يعني، سوى بعض الأداء المنفرد لبعض الأعضاء فيهم في الملفات الشغالة فيها الظاهرة يعني. على سبيل المثال محمد الفقيه في لجنة إزالة التمكين، التعايش في ملف السلام، عاش السعيد في الملفات ذات الطبيعة الاجتماعية، صدي التاور في الملف الصحي وملف الكورونا إلى الآخر، وفي بعض الأعضاء حتى أصواتهم ما معروفة داخل المجلس السيادي، زي ما ذكرت عدم الصيغة والخوف وكده. بالإضافة لذلك برضو السوشيال ميديا بتلعب دور كبير جدا في المسألة دي وفي تكوين الرأي العام حول أي عضو. الضغط الشعبي المستمر والمطالبة بملفات الحقوق وملفات الشهداء دفعت عدد كبير جدا من المكون المدني في شقي الحكومة سواء كان على المستوى السيادة أو المستوى المجلس الوزراء إن يكونوا حذرين جدا في تصريحاتهم في مواقفهم المعلنة حول القضايا، ممكن تكون محل اختلاف كبير في تفسيرها ولسه هي غيض النظر وغيض التحقيق ولم يفتى فيها يعني من محكمة مختصة أو خلافه. وده دفع واحدة من أعضاء مجلس السيادة على سبيل المثال عاش السعيد بتقديم استغالة، واستغالة قدمت في منبر حكومي في منبر سونا ونشرت الاستغالة، وأسبابها في إنها هي يعني التزام اتجاه الشهداء ممكن يكون كبير، التزام اتجاه التغيير ممكن يكون كبير. الاستغالة دي مؤشر لأنه الأداء داخل المجلس السيادي ممكن يكون من الشق المدني ضعيف أو ما قدر المطلوب أو ما قدر التطلعات وآمال وطموحات الشارع السوداني، وما في مستوى التضحيات الجسام اللي قدموها الشهداء والثوار في سؤال امتداد السودان يعني في مناطق مختلفة قدموا ملاحم كبيرة جدا. فدخلك ضغط ده يعني على ضغط خارجي في البيئة الخارجية اللي هم بيشتغلوا فيها، وبجانب الضغط الداخلي داخل المؤسسات ودولاب العمل وتسيير دولاب العمل وإلى الآخر. فده بيأكد في إنه لحد كبير إنه بضر يكون في تدريب لأي عضو منتمي لأي مؤسسة حكومية سيادية أو كافة مجلس الوزراء، يعني زي ما بسموها ناس المنظمات الأورينتيشن سيشن، يكون في تنوير للزول عن طبيعة المنصب، المهام اللي بقوم بها، المهام الموكل إليه، القضايا اللي ممكن تكون هي محل عموميات، القضايا اللي ممكن تكون محل خصوصية إلى الآخر. فده بفكر إنه من الضرورة مكانه، وده كان واحدة من الحياة الغائبة في تشكيل المجلس السيادي يعني، ما كانوا واعيين بالأدوار الحقيقية اللي هم يقوموا بها، وبعض البعض منهم يعني بتتقاطع في ذهنه قد يكون الدور السياسي اللي هو بيلعبوه على مستوى السياسة والسياسة مجلس السيادي والمنصب
والقانون وفقا للوثيقه الدستوريه، وما بين التزامه هو السياسي داخل التنظيم المعين او داخل المكون المعين، وزن الحريه والتغيير الدور المفترض يقوم به ويعمله. في دعاوى تصاعدت في الفتره الاخيره لتغيير بعض اعضاء مجلس السياده نفسهم بالذات الشق المدني، دخل عليهم المكون بتاع السلام بثلاثه اعضاء، وارتفع عدد المجلس السيادي من 11 عضو ل 14 تقريبا في الوقت الراهن او 15 عضو. فده بوري انه يعني من ناحيه بتاع التصويت ومن ناحيه عمليه الاعضاء المدنيين داخل المجلس ممكن يكون عددهم ارتفع، لكن ادائهم على المستوى الوثيقة والمطلوبات المرحلة الانتقالية قد تكون يعني ما قدر الطموحات وما قدر الأشواك بتاعة الشارع وما قدر الطموحات وقدر التحديات بتاعة المرحلة نفسها. ده بيتطلب مزيد من التنسيق وزين الأعضاء بتاع الكتل المختلفين والخلفيات السياسية والاجتماعية الجاي منها، وده محتاج حقيقة وقفة ومحتاج نظر وعادة تقييم بعد سنتين من الممارسة. أنا قد يكون عندي تحفظ لحد كبير في سحب بعض الأعضاء بعد سنتين من العمل المستمر والاحتكاك بملفات حقيقية إن تم ذلك، لأنه في النهاية قرار يعود لمجموعات المكونة للحرية والتغيير، لكن بتطلب منهم برضو انتقال تبديل عضو بعضو، لازم يكون انتقال سلس وفيه تسليم بتاع ملفات ويكون فيه توعية حقيقية عن المخاطر والتحديات ويكون فيه تحليل حقيقي ويكون فوقه يعني تسليم وتسلم حقيقي في انه الزول عشان يكون عنده مهام واضحه مرسومه له او هو قادر يتخذ فيها قرار. افتكر انه المشهد بشكل عام اليوم فيه تحديات مستمره، على تحديات الانتقال المستمره، على الفعل المستمر السياسي في الشارع. ده بخط مزيد من الضغط على جميع الأعضاء سواء كان من المكون المدني أو المكون العسكري، لكن بيكون على المكون المدني بشكل كبير باعتبار أن المدنية واحدة من المطالب الحقيقية بالنسبة للشارع السوداني. كان هذا رأي الدكتور عباس التياني حول أداء المدنيين في المجلس السيادي. فما هو رأي الدكتور محمد قسم الله؟ منذ أن وافق المكون المدني على أن يتقاسم مجلس السيادة مع العسكريين، فإنه بهذه السابقة قد أعلن نهايته قبل أن يبدأ عمله. وأقول سابقة لأن مجالس السيادة تاريخيا في السودان تتكون من المدنيين بالكامل منذ أول مجلس سيادة في العهد الوطني إلى آخر مجلس سيادة بعد ثورة أبريل 85. ودائما ما تكون هذه المجالس بعضوية لا تتجاوز 5 أو 6 أعضاء يعملون بتناغم بينهم، ولكن هذا المجلس الهجين ورجع نضع جميعا ثلاثة خطوط تحت كلمة هجين، ضم عسكريين هم لجنة البشير الأمنية بالإضافة لمدنيين من الصفوف الخلفية ولم يكونوا معروفين بمواقف أو كاريزما سابقة يحفظها المجتمع السوداني، بمعنى أن المجلس التحق به مغمورين في السياسة السودانية، ولذلك حملوا ضعفهم معهم منذ اليوم الأول في قسمة الكيكة التي اختطفت من أفواه الشباب أصحاب الثورة الحقيقيين. استقالة عائشة السعيد جاءت متأخرة، وهي في نظري تحصيل حاصل، فلم تكن من الأعضاء الفاعلين بل انشغلت بقضايا فرعية، غير أنها مكثت وصمتت وبصمت طويلا على قرارات ذات المجلس السيادي الذي خرجت تذمه أخيرا. لكنها على أي حال استقالة تحسب لها، ويجب أن يحذو الجناح المدني حذوها في الاستقالات من هذا المجلس الهجين، وأن يعمل الجميع على استعادة مجلس مدني تماما كما هو معروف في الإرث السياسي السوداني، وهذه في تقديري أولى خطوات التغيير الحقيقية التي يصبو إليها الشارع العريض. ونختتم استطلاع تقييم أداء المدنيين في المجلس السيادي برأي الناشط والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن عيسى. فيما يتعلق بالاستقالة التي تقدمت بها السيدة عائشة السعيد،
عضو المجلس السيادي. أنا في تقديري هذه الاستقالة تتقبل بالتأكيد اثنين من التحليلات. الأول، هذه الاستقالة إذا كانت بضمير ووجدان سوداني صادق نتيجة الاستفزازات المتكررة التي حدثت في البلاد، أنا أعتبره أمر إيجابي، وهو أمر منوط به أن يكون لكل أعضاء المجلس السيادي العسكريين كانوا قبل المدنيين أو العسكريين والمدنيين على حد سواء، إذ أن الوضع العام في داخل الدولة السودانية الآن يتطلب مواقف بطولية تتجلى فيها البعد عن اتخاذ القرار الذي تعجز عن إدارته أو تعجز عن تنفيذه على أرض الواقع. ولكن إذا أخذنا في الجانب الآخر نجد أن هذا القرار في حد ذاته هو كارثة، يؤكد تماما بما لا يدع مجال للشك بأن ما قامت به السيدة عائشة موسى كان واجب ولزاما عليها وعلى زملائها الآخرين أن يتقدموا به قبل أكثر من عامين. وهنالك أيضا يعني رؤية تؤكد بأن يعني للخرطوم معزة خاصة في نفوس الكثيرين من قيادات الدولة السودانية، وبالتالي يعني عادة ما تجد الاهتمام الأكبر، علما بأن يعني ما حدث في يوم 29 رمضان المنصرم والذي استشهد فيه عدد 2 من أبناء الشعب السوداني، نسأل لهم الرحمة، نسأل لهم الله الرحمة والمغفرة، هو مشهد ألفته الدولة السودانية في أطرافها بشكل متكرر وبشكل أبشع من الذي حدث في ميدان القيادة. ولكن للأسف الشديد كل المجلس السيادي وعلى رأسهم السيدة عائشة السعيد التي تقدمت باستقالتها كتمرد على ما حدث وكموقف بطولي لم تحرك ساكنة طيلة الأحداث التي خلفت الكثيرين من الشهداء في شرق البلاد، والتي خلفت الكثيرين من الشهداء في ولايات دارفور، وعلى رأسها الأحداث الدامية التي ما زالت آثارها باقية حتى الآن في ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة وما حول والمناطق التي حولها. وهذا بالتأكيد يجعل المعادلة يعني والقرار الذي اتخذته السيدة عائشة كحال انقلاب السحر على الساحر. بالتأكيد كان لابد أن يصدح هذا الصوت من قبل، كما الآن نطالب أيضا أن يعني يكون لأعضاء المجلس السيادي وتحديدا المكون المدني داخل المجلس السيادي الذي عجز عن توفير أبسط مقومات الحلول لإنسان الدولة السودانية. إذن إذا أخذنا على 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 سبيل المثال الوضع الاقتصادي هذا لم يتغير الواقع بل ازداد الواقع سوءا، والآن الإنسان السوداني يعيش في وضع اقتصادي مزري للغاية، يكاد أن يصل لمرحلة إعلان إفلاس الدولة أو إعلان المجاعة بشكل واضح، وما زلنا حتى اللحظة الحالية نتقبل الهبات من كافة الدول في ظل عجز كامل عن الكفاءات التي تقلدت زمام الأمور تحت مسميات مختلفة، إذا كان في المجلس السيادي يتعلق بالمكون المدني أو في حتى الجهاز التنفيذي من كفاءات. إذن هذا يؤكد بأن المكون المدني داخل مجلس السيادة كمرحلة من المراحل بتاعت الحكم هو فاقد للشيء تماما، ولكن ما زال يعني هنالك الروح تسلطية تجعل الكثيرين لا ينحوا منحى الذي نحته السيدة عائشة سعيد حتى ولو كان ذلك بعد حين، وها هم الآن يرقبون الكثير من أبناء الشعب السوداني يموت في الطرقات بمجرد المطالبة بحقوقهم، وهم لا يحركون ساكنا. الكثيرين من أبناء الشعب السوداني يتضورون جوعا ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة، وبالرغم من ذلك لم يعني تحفزهم هذه كميات من الفشل أن يتقدم أحدهم كما تقدمت عائشة السعيد باستقالته حتى ولو كان ذلك متأخرا. وهذا إن دل يدل على أن السلطة في داخل الدولة السودانية عبارة عن مرض عضال، كل من تذوق طعمها يعني أدمن ما بها من لذة، وبالتالي يعني سقطت كل مبادئه وسقطت كل التزاماته تجاه الذين ساهموا في صعاده أو في توفيق أوضاعه ليكون قائدا عليهم. تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة باستقالة الدكتور عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي. ما الذي يجب على المكون المدني بالمجلس السيادي عمله إذا لم يستطيعوا إيقاف انفراد العسكر باتخاذ القرار
وهو أحد أسباب استقالة الدكتورة عائشة موسى. الإجابة نستمع إليها من الأستاذة أمل طه المحامي. بالنسبة للاستقالة بتاعت أستاذة عائشة موسى مجلس السيادي، في حاجة نحن لازم أول حاجة نحطها في الاعتبار، بأنه مفترض اتخاذ القرارات داخل مجلس السيادة، مفترض أنه يكون يعني في حالة أنه هم متفقين بيكون طبعا ما في إشكال بالنسبة للمدنيين والعسكريين مع بعض، بيكون ما في إشكال. لكن بيكون الإشكال إذا نفرض أنه في بعض القرارات إذا نفرض ما تم فيها الاتفاق، مفترض تمشي بالشكل اللي هو عنده علاقة بالمسألة بتاعت التصويت. وإذا هي مشيت أصلا بالشكل بتاع المسألة عنده علاقة بالتصويت، مفترض الشق المدني أنه يكون هو الصوت يغلب حق الشق المدني. دي مسألة. المسألة الثانية أنه بيبقى السؤال في أنه هل أصلا هم الناس ذاتها، يعني ما الموضوع المطروح فيه نقاش، هل أصلا تم فيه يعني الناس حتى الجانب المدني هل هم أصلا متفقين حوله؟ لأن دي بتبقى هي مسألة مهمة جدا جدا في أنه شكل القرارات ونوعية القرارات أصلا أنها تقوم تتاخد. ده ما الناس لما تشوف بتلاقي أنه نحن عندنا كمية كبيرة جدا جدا من الملفات الحساسة جدا جدا، دي خلت أنه الاختصاصات اللي كان أصلا مفترض تمشي بيها الجهات المختلفة، إذا كانت مجلس السيادة أو الشق الجانب التنفيذي على حسب الوثيقة الدستورية، نحن نلاقي أنه ما مشت بالشكل الأصل المفترض يكون على حسب الاختصاصات اللي كل جهة على حسب ما موجود في الوثيقة. لما بقت المسألة بتاعت التطبيق العملي للوثيقة على أرض الواقع، ده القام جاب المسألة بتاعت التداخل بين الجهات، ودخلت إنه نحن عندنا كمية من الملفات إذا كانت هي عندها علاقة بالمسائل بتاعت السلام، إذا كان عندها علاقة بالجانب الاقتصادي، إذا كان عندها علاقة بتأسيس التشكيل بتاع المجلس التشريعي، إذا كان عندها علاقة بهيكلة القوات النظامية، بنلاقي إنه كل الحاجات دي يعني ما نفذت فيها. أول حاجات يعني حتى لو تهبشت منها جزء من الملفات، لكنها في المدة اللي أصلا كانت مخطوط لها إنه يتم إنجازها، ما في واحدة من الملفات دي تم إنجازها بالشكل الأصل مفترض إنه يكون. ده غير إنه في كمية من الملفات أصلا ما تم إنجازها، إذا كان عندها علاقة بتشكيل المجلس التشريعي، أو إذا كان عندها علاقة بالمسألة بتاعت المسألة بتاعت السلام، إنه يعني المسألة لسه ماشية في مفاوضات، جزء منه تم والتم ذاته لسه في المشاكل بتاعت التنفيذ الاتفاقية ذاتها إنها تنزل على أرض الواقع، برضه لسه المسائل المفاوضات مع البقية بتاعت الحركات إنها شغالة، الناس برضه منتظرة في إنه تشوف النتائج بتاعتها على أساس إنها تقوم تنعكس. ففي كمية من الملفات إذا كان عندها علاقة بالجانب الأمني بالجانب الاقتصادي هي فيها مشاكل، فبيبقى إنه لياتو مدى في إنه أصلاً الشق المدني في المسائل دي هم ذاتهم متفقين حول القضايا بتاعتها، ومتفقين عندهم يعني رؤى واحدة واستراتيجيتهم في إنه معالجة القضايا دي هم متفقين عليها. دي واحدة من التحديات الحقيقية بتاعت الفترة الانتقالية، ودي اللي هي قاعدة تقوم تنعكس على كل القضايا الموجودة، وحتى الاستقالة بتاعت يعني أستاذ عائشة نحن ما بنعاين إن هي قامت استقالة والأسباب حقتها، نحن بنعاين لها في إنه لدرجة إنه الملفات دي أصلاً التحديات اللي بتقوم بتواجه، لأنه بتلاقي إنه نحن دايرين يكون في تغيير حقيقي، دايرين إنه تكون الفترة الانتقالية دي تعدي يعني بي 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 بشكل تنجز فيه كل الحاجات اللي أصلاً قامت تتخطط، على أساس إنه نحن نقدر إنه بعد ذاك إنه تجينا المرحلة الانتقالية دي تكون أسست أرضية قوية، لإنه تجينا بعد ذاك فترة عندها علاقة بانتخابات حقيقية على أساس إنها تقوم تفرز لنا فعلا ديمقراطية، وتفرز لنا واقع أساسا يكون هو مختلف بالنسبة للمواطن السوداني.
بحديث الأستاذة أمل طه المحامي نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.